استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيد ميروسلاف ليتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يزور المملكة حاليا للمشاركة في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017. ورحب جلالة الملك المفدى بالسيد ميروسلاف ليتشاك والوفد المرافق له منوها بمشاركته في هذا الملتقى الهام، مشيدا جلالته بالمستوى المتقدم من التنسيق والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري. وأكد جلالته على أن ما تتميز به البحرين من موارد وكفاءات بشرية وما توفره من بنية تحتية وبيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار جعل منها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع والشركات العالمية في مختلف المجالات. ونوى جلالته حفظه الله بما حققته المملكة من إنجازات رائدة في مجال ربط أهداف التنمية المستدامة بريادة الأعمال والابتكار والتي جعلت منها نموذجا عالميا يحتذى به في أغلب دول العالم، مشيدا جلالته بدور المرأة البحرينية وبمساهماتها في النهضة التي تشهدها البحرين منذ عقود طويلة. وأعرب جلالة الملك المفدى عن ترحيب المملكة بجميع المشاركين في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار الذين يمثلون 90 دولة، مؤكدا حرص البحرين على توفير بيئة اقتصادية جاذبة تعمل ضمن منظومة تشريعية متقدمة تضمن تقديم التسهيلات ودعم المبادرات واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء. كما أكد جلالته خلال اللقاء أهمية الدور الذي تطلع به الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي وإيجاد الحلول لمختلف القضايا والمشاكل العالمية، متمنيا جلالته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوفيق في مسؤولياته ومهامه. من جانبه أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرؤية الاستثمارية والاقتصادية في مملكة البحرين وبدورها الريادي في المنطقة ودور المرأة البحرينية التاريخي وتقدمها ومشاركاتها في مختلف أوجه التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين وما حققته من إنجازات في كافة المجالات.